شايفين الدكتور اللي موجود على الشاشة ده؟ طبعا ده كان طبيب نمساوي لقب بطبيب الموت، اسمه أربرت هايم. والدكتور دوت هو موضوع حلقتنا النهاردة لأنه من أغرب الشخصيات اللي انتوا هتشوفوها على الإطلاق. بس قبل ما نتكلم عن موضوع حلقتنا النهاردة، يا ريت نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة بتاعتنا ونشير الفيديو من كل الأكونتات علشان القناة بتاعتنا تكبر. ونبتدي حلقتنا النهارده. أربرت هايم هو دكتور نازي، طبعا أصوله من النمسا، ولد في يوم 28 يونيو 1914، وكان بيشارك في الحرب العالمية الثانية، ولقب بعدد كبير جدا من الجرائم، واتهم بجرائم حرب كتير زي القتل والتعذيب للمعتقلين اللي كانوا موجودين في معسكر اعتقال ساندهاوزن شمال النمسا. وده طبعا كان من اشهر المعتقلات في النمسا لانه كان بيحقنهم بالسم في القلب او بيخرج احشائهم من الجسم بدون مخدر، وده طبعا من اشد الجرائم اللي هو عملها. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تم احتجازه بواسطة القوات الأمريكية، ولكن مفيش أي اتهامات حصلت له بسبب ارتكابه لجرائم حرب ضد الإنسانية، وعاد لألمانيا لمزاولة مهنته. إلا إنه في العام 1962 عرف إن السلطات هتلاحقه، ففضل إن هو يهرب لأمريكا الجنوبية وتحديدا تشيلي، وظل عايش هناك تحت اسم مستعار. وكمان في معظمات كتير يهودية هناك هجمته لارتكابه جرائم إنسانية، وكان هايم بيقوم بتجاربه الخاصة على المعتقلين لأنه كان بيقوم ببتر أعضاء في الجسم بدون أي مخدر ليرى مدى قدرتهم على التحمل. من الغريب ان في يوم 4 فبراير 2009 تم نشر مقال في جريدة نيويورك تايمز بيقول فيه ان الطبيب النمساوي كان عايش في القاهرة في مصر لمدة 30 سنة، ويعتقد ان هو مات في يوم 10 اغسطس 1992، وكان عايش تحت اسم مستعار طارق حسين فريد، واعتنق الاسلام. وكمان ما فيش اي حد قدر يكشف شخصيته بالرغم من المدة الكبيرة اللي عاشها في مصر، الا ان ما فيش اي حد قدر يعرف شخصيته الحقيقية، وفضل عايش وما فيش حد يعرف عنه حاجة، ومات بسرطان القولون. ياريت لو عجبتكم الحلقة نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة بتاعتنا. كان معاكم محمود مجدي، وشكرا جزيلا.